المركز اللي هما يعني اللي يسماه البلدية وسكان الأطراف الذين وقع إجلاؤهم إلى الأطراف وهؤلاء هم البراني. لكن سبب هذا التمييز هو أن الرباط الذي كان على شاطئ البحر للحراسة وللمرابطة فقد منزلته لصالح الزاوية. ما سر هذا التحول؟ هو أن الزاوية لم يعد دورها جهاديا فحسب، ولكن إنما أصبح مدينيا، سلطة في مديني بالمعنى الكامل. أيوة، فالزاوية تقدم الأمن، تقدم الغذاء، تقوم على شؤون الناس في قسمة الأرض، في فض النزاعات، في الصلح. وتصوروا أن الزاوية من دخلها حتى وإن كان آثما فهو آمن. فهو آمن. آمن، نعم. لهناك احنا كنت قلت الاهميه وقت اللي نحكيه على احباس تكون لفائده اراضي، تكون لفائده الزاويه لهذا السبب. لهذا السبب سخر اهالي قصور الساف البعض من ممتلكاتهم احباسا او اوقافا لهذه الزوايا حتى تنهض بمسؤولياتها وحتى تقوم على خدمه ما يسمى الزوار، لأن الزوايا في قصور الساف هي كثيرة بحسب الطريقة. هما قدام زاوية، هي في الأصل 16 زاوية. سوف أبينها. هناك طريقة القادرية، زاوية واحدة وتسمى الزاوية القادرية، واعتمدت في هذا الشأن أو في هذا السياق الأوامر العالية، أوامر يصدرها الباي في تسمية شيوخ الزوايا أو ما يسمى القائم على الزاوية. فعنا إذن زاوية القادرية زاوية واحدة، العيسوية اثنين زوايا وهي زاوية الحفيان وزاوية البخروف. وتداول على هذه الزاوية العيسوية من 1892 إلى 1941 سبعة شيوخ طرق كلهم وقع تسميتهم بأوامر عالية. الزاوية الرحمانية أو الطريقة الرحمانية فيها زاوية واحدة وهي زاوية سيدي طه، وهذه وليس ولم يكن الشيخ أبو علي الطاهر المزوغي من أتباع الطريقة الرحمانية، إنما هو خيار أملاه الباي، لأن يعني دولة البايات تدين بهذه أو على الأقل تميل إلى هذه الطريقة الرحمانية. وشيخ واحد السلمية فيها عديد الزوايا، زاوية دقيقة، زاوية سيدي عزيز، خاطر احنا معنا دار العرس كلها في التليفون تستنى فينا، ما قلنا زاوية ابو صباح، زاوية البقرة، زاوية الحبيب الستاء، وهؤلاء 12 شيخا. ثم الشاذولية ما عندها الزاوية، لكن علي المحجوب كان شاذوليا. علي المحجوب، خلينا نقفوا لهنا. سيد علي المحجوب هو من أهم الزوايا والعائلة بكلها، توا المحاجبة كما كما يسميوا رواحهم، هما يعتبروا الأحفاد متاع سيد علي محجوب. هو ابن أبي حسن علي بن عبد الله بن حسن بن بلقاسم، صحيح؟ نعم. ولهنا الأصل متاعه منين يجي؟ من كلهم يقولوا من الحسينيين الهاشميين، كلهم من مزوغة، ولكن كلهم من مزوغة. كل المتصوفة في أنحاء العالم يدعون نسبتهم أو عودة نسبهم إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. هو اللي يعرف عليه سيد علي المحجوب اللي هو متصوف برشا، قاري برشا في الطرقة والتصوف. ومن بعد لهنا منين جاي الحب العبيد لي؟ منين جيت شهرة الزاوية متاعو؟ علاش العبيد تتبارك به وبالعين اللي مسمية عين سيد علي المحجوب؟ نعم. اللي قالك يمشي لها يشرب ولا يداوى وإيده بالحق تجمد الماء. هل هذه أسطورة وإلا هذا بالحق؟ هو أولا من سمي بالمحجوب أكثر من واحد، بل هناك من تولى الإفتاء في تونس في عهد البايات وهو أيضا المحجوب، علي المحجوب، وهو معروف برده على يعني نص
أورده ابن بالضياف يعني معروف يرد على سلفية معينة، وهذا نص معروف والذين يريدون الاطلاع يطلعوا. ولكن علي المحجوب الحفيد أبو الحسن أي؟ هو الشهيد بهذا أي؟ تميز فلا. و... تميز زيدا قولك إيده فيها البركة معناها. لا هذيك تلك ما يسمى يعني البركات أو كرامات سنذكرها في لاحقا، ولكن لاحقا ما عندنا برشا وقت لاحقا بسرعة إذا بسرعة. لكن المحجوب أي؟ هو من استشهد دفاعا عن المهدية أمام الإسبان، ومن كراماته أنه 1550 ميلادي. نعم, نعم. من كراماته أنه علم بموته وأنه سيقتل وأنه سيقطع، وأوصى بذلك أحفاده وأن ينقلوا أشلاءه ويدفنوها في زاويته. فما أسطورة تقول اللي القول أشلاء متاعه تلمع, تلمع في الليل. نعم أي. وهذه أيضا من البركات صحيح. ومن بركاته أيضا أو عفوا كراماته أيضا أنه اعترض هذه القنابل التي كانت تنزل وببرنوسه، ومنع أهل المدينة أو يعني أبعد شرها برشة إلى غير ذلك. يقولوا عليها عنده شطحات صوفية، وأنه إذا أدخل يده في قدر الآن بالثريد لن تفرغ لن تفرغ إلى غير ذلك. أي دونك برشة من الحاجات البيع على نعم سيد علي الكرامات. هل ما زال عنده نفس الصيت الزاوية هذه وإلا ليه؟ ما زالوا السفية يمشي وغادي؟ نعم نعم. وهو خفت الوقع ولكن ما زال. في القديم كانت كل حامل تزور يعني إما الشيخ طه المزوغي أو الشيخ علي المحجوب وتتبرك وتعد إن كان مولودا أو ابنا أو بنت. ثم أهالي قصر الساف اليوم موزعون بين من يصنع الفتات وهو نوع من الأكلة الخاصة بعيد الفطر، وهؤلاء هم أحفاد سيدي طه، ومن يصنعون المقروض وهم من أحفاد سيد علي المحجوب. أي ويذوقوا بعضهم هكا ولا؟ نعم هم أبناء عمومة وكلهم بلدية، ولكن يختلفون في هذا النوع فقط. دونك هذايا كانت حكاية الزاوية. بون طويل برشا الحديث على تاريخ قصور الصيف ساعتين ده هلي.